الجزء او الصوره او الايه اللي خليتك تكسب في اول مسابقه انت دخلتها؟ اللي وانا صغير اه كانت والله ما انا فاكر يا استاذ شريف، ده كانت زمان قوي، كان زمان قوي. تقريبا كان اللي هو الدعاء بتاع سوره آل عمران، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي تقريبا. نقولها بقى ممكن؟ ماشي حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. في آيات بتبقى محببة ليك على مستوى شخصي؟ آه. هي بس محببه ليا بسبب والدي برضه. إيه انا كنت بحبه فيها قوي، كنت احب منه، بتحب اداؤه ليها. حبيتها منه قوي، كنت بسمعها منه كتير وكنت بقلده فيها كتير وانا صغير. كانت في ايه في سوره يوسف، لا اقرا على طول يعني دي مثال عملي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم ما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. دي كانت من الآيات المحببة إلي يعني.